السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم فاتور بلوس موتو دي زاد، متخصصة في السيارات المستعملة في السوق الجزائرية. في هذا الفيديو نهار اليوم جبنا لكم مجموعة من السيارات اوكازيو مع ارقام الهواتف المرفقة، سيارات ممتازة للزوالية، سعرها تبدأ من 90 مليون والى 176 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم دعم القناة بالاضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا تنبيه عن كل فيديو جديد. وبدون اطالة عليكم متابعينا، نبدأ مباشرة في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو نهار اليوم، فتابعونا. نبدأ مع السيارة الأولى معنا في فيديو اليوم، وهي فولكس فاجن جولف سيري 3/96، محرك لا جولف إيسونس، قدرة المحرك 1.6 75 حصان، لابوت فيتاس مانويل، لا كولور تاع الطوموبيل نوار ولاكات غريز صافية. صاحب السيارة نبيل العرش ولاية سطيف، راهم يسموه في هذا الفولكس فاجن جولف سيري 3/90 مليون. محركات السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد لا جولف سيري 3 بصفة عامة نظيفة. السيارة الثانية معنا في فيديو اليوم هي بيجو 206 بلس اني 2011، محركات السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.1 حصان، لابوت فيتاس مانويل. السيارة ماشية 200 كيلومتر، لا كاتغري صافية، الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من الشراقة ولاية الجزائر العاصمة، راه مسمو في هاد البيجو 206 بلس 110 ملايين. محركات السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، و 206 بلس نقية. السيارة الثالثة معنا في الفيديو تاع اليوم هي سيتروين سيتروان 2009، محركات السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.475 حصان، لاباد فيتاس مانويال. السيارة ماشية 161 الف كيلومتر، لون طوموبيل عسلي ولاكات غريز صافية. السيارة فيها لابياس لو اسبي ديريكسيو سيستي فارنت بريار الي فيتر اليتريك. صاحب الطوموبيل من ولاية سطيف، راه مسمو في هاد سيتروين سيتروان 117 مليون، مول السيارة يقبل يبرز. السيارة ما فيها صبغة لكن فيها كالكول توش فروا. محرك الطوموبيل في حالة جيدة، لا سوسبونسيو تاع السيارة جيدة، و هاد سيتروين سيتروان بصفة عامة نظيفة. السيارة الرابعة شيفرولي سايل 4 بورت اني 2013، محركات شيفرولي ايسونس، قدرة المحرك 1.82 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 190 الف كيلومتر، لاكات غريز صافية، الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من باب الزوار ولاية الجزائر العاصمة، راه مسموه في هذا شيفرولي سايل 4 بورت 122 مليون، مول الطوموبيل يقبل يبرز. هاد السيارة ما فيهاش صبغة، محرك الطوموبيل في حالة جيدة، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد شيفرولي سايل نقية. السيارة الخامسة جريت وول وينجل دوبل كابين اني 2012، هاد السيارة من نوع بيك اب، المحرك ديازال، قدرة المحرك 2.0 تي سي اي 150 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 119 الف كيلومتر، لون طوموبيل غري ولاكات غريز صافية. السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من المظهر ولاية باتنا، راه مسموه في هاد جريت وول وينجل دوبل كابين 125 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهذا الجريت وول وينجل دوبل كابين نقية. السيارة السادسة رونو سيمبول اني 2016، محركات سيمبول ايسونس، قدرة المحرك 1.2 في 75 حصان، لابوت فيتاس مانويال. السيارة ماشية 158 الف كيلومتر، لون طوموبيل غري ولاكات غريز صافية، الطوموبيل توتوبسيون. صاحب السيارة من ولاية شلف، راه مسامو فيها درونو سيمبول 174 مليون. محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونسيو تاع الطوموبيل جيدة، وهاد رونو سيمبول نقية.
السيارة السابعة رينو كليو كات فيس ليفت جي تي لاين عن 2018، محرك الكليو كات ديازال قدرة المحرك 1.5 دي سي 110 حصان لبط فيتاس مانويال. السيارة مشى 105,000 كيلومتر. لون طوموبيل بلوغو الوازو لاكات غريس صافية. السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من الخميس الخشنة ولاية بومرداس. وسعر رينو كليو كات فيس ليفت جي تي لاين هو 170 مليون بري فيكسي. محرك السيارة امبيكابل. سوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة. وهذه السيارة نقية. هيا نكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. في الأخير ما تنسوا ديروا جميع الفيديو ديروا بارتاج. أرقام الهواتف تاع صاحب هذه السيارة راهي مرفقة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ما عليكم سوى الضغط على عنوان الفيديو وستجدون كل أرقام الهاتف. والملتقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى حول السيارات المستعملة في السوق الجزائرية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.